اكتر موقف غريب حصل لي في الكواليس التصوير بتاع الفيلم. احنا كان في حته كده بنصور بنحتاج نعدي بمركب حته من النيل, فكنت هقع من المركب دي اصلا. طب الحاجات دي مش بتلجأ فيها الدوبلير او كده؟ دوبلير ايه ده, مش مشهد ده, احنا واحنا بنتنقل علشان نروح نصور. انا كنت بهزر فكنت طب احكي لنا عن التعاون بينك وبين محمد محمد رضوان وبيومي فؤاد. وبين محمد ايه؟ محمد رضوان وبيومي فؤاد. استاذ محمد رضوان واستاذ بيومي طبعا اساتذه كبار وناس محترمه جدا, و لا ناس يعني بنتعلم منها يعني. طب احنا حابين نلعب مع حضرتك لعبه, هنعمل تحدي صغير. هنقول لك كلمات وانت تحطها في اغنيه, يعني تقول لنا اغنيه بتبدا فيها جمله من الكلمه دي. ماشي يلا. ماشي. قول لنا كلمه حبيبي. حبيبي نحطها في اغنيه. حبيبي يا نور العين.